commercial conveyancing and litigation. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب ساريسونز. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من استشارات من قناة الحوار. من كل يوم خميس نبدأها معكم من الساعة 4 حتى 5 بتوقيت غرينتش. مشاهدينا الكرام، قضية الهجرة إلى بريطانيا كانت أحد الأسباب الأساسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. منذ فترة ترغب بريطانيا في تخفيض أعداد المهاجرين إليها، وهذا ما انتهجه رئيس الوزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، وهو أيضا ما تحدثت به رئيسة الوزراء بريطانيا الجديدة تريزا ماي، وشددت عليه حيث قالت ستعمل مع الحكومة على تخفيض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا. مكتب الإحصاء البريطاني ذكر أن أعداد المهاجرين لبريطانيا قل منذ شهر مارس 2015 وحتى مارس 2016 بمعدل 9000 مهاجر في بريطانيا. وبريطانيا تعمل على طبعا على الملف المفتوح، وهي كما استند إليها مستشار الحكومة البريطانية ديفيد ميتكالف لشؤون الهجرة فرض رخص عمل على المهاجرين لبريطانيا من دول أيضا الاتحاد الأوروبي للتحكم في دخول اليد العاملة الأوروبية لبريطانيا. حاليا بريطانيا ترغب في تقنين الهجرة إليها، وترغب أيضا في تقنين الأمور على مواطني أوروبا الذين هم لهم الأولوية الكبيرة في العمل في بريطانيا أكثر من غيرهم. ولذلك على من يفكر باللجوء عليه معرفة قوانين اللجوء إلى أين تتجه، وهي بالتالي تتجه نحو التشديد والصرامة. إذن لمعرفة قوانين اللجوء في بريطانيا معنا في الاستوديو المحامية نادية البزاز من مكتب ساريسنز لتشرح لنا أيضا مراحل اللجوء من تسجيل ومقابلات وغيرها والإجراءات القانونية وما هي شروط القبول. معنا خلال هذه الساعة ننتظر فيها كل استفساراتكم واتصالاتكم. وأهلا بكم. أهلا بك محامية فريال، محامية فريال نادية. حابين نعرف بداية الإجراءات القانونية ذهبت للتشديد ولا الصرامة. بالتأكيد هناك معايير لابد أن يعرفها اليوم من يريد أن يقدم اللجوء أو طلب اللجوء. سيدة نادية، قبل كل شيء هناك اتفاقية أيضا الأمم المتحدة، وبالتالي حابين تشرحي لنا ما هي وأيضا ما هو اللجوء. اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين تنص على أنه أي شخص يكون عنده خوف من الاضطهاد سواء من الدولة أو من أي أشخاص عندهم نفوذ بالدولة لأسباب انتماء لسلالة معينة أو دين أو جنسية أو حزب أو حتى أفكار سياسية. طبعا لازم يكون خارج البلد وتمنع حتى يقدر يقدم اللجوء، وتمنع أنه الرجوع والسكن والعيش في بلده. في 1/4/2003 الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان أضافت أبعاد أخرى للاجئين أو لقضية اللجوء، وضمت على أنه خوف من أي سوء معاملة أو إذا إنسان كان مهدد بالإعدام أو الاعتقال أو أنه إساءة المعاملة حتى تهديد، يعني حتى أنه إذا كان مهدد بالرجوع إلى بلده حيعاني من هذه الأسباب فهو يعتبر لاجئ. تمام. إذا حبينا نعرف نمشي خطوة بخطوة لنعرف
محامية نادية على اللجوء من إجراءاته، من تقديم من بداية الخطوة الأولى من التسجيل، يعرف بـ UK Boarding Agency، وكالة الحدود بالمملكة المتحدة. شرحي لنا ما هي. طبعا بداية يعتمد على الشخص المقدم، إذا كان دخوله للبلد سواء جوي أو بري، فعند الدخول للبلد وقد ممكن يقدم على اللجوء، وفي دائما عندهم مكان أو مقر الوزارة الداخلية أو مكتب في الميناء الجوي أو البري. فبعد ما يقدم ويعلمهم انه هو يعني يريد انه يقدم على اللجوء، فيتحول وياخذون اسمه وتفاصيله. بعد هذا تبتدي هذه اذا كان وصل عن طريق يعني من خارج البلد، من خارج بريطانيا. بس اذا كان احيانا شخص في بريطانيا وحب يقدم على اللجوء، فبهالحاله يتصل بالوزاره الداخليه ويعطيهم تفاصيل عنوانه ورقم تليفونه واسمه، وبعد هذه هم يحددوا له بعد هذا موعد حتى يروح ويقدم على اللجوء. بدايه اول ما يقدم للجوء كان في من المطار او من خلال داخل بريطانيا، كما ذكرت يذهب إلى وزارة الداخلية. ما هي الخطوات؟ مثلا نعلم أن هناك تغييرات، بالسابق لم يكن هناك أي قانون لأخذ البصمة أو الصورة، اليوم لا، أصبحت هناك كثير من الإجراءات المشددة منها. يا ليت تشرحينا هذا الموضوع. بعد ما إذا كان في داخل البلد، فبعد ما يحددوا له الموعد فحيروح يحضر إلى اللي نسميها إحنا المقابلة البدائية، اللي هي تكون قصيرة بس يأخذون تفاصيل عن اسمه و أفراد عائلته، أساميهم أعمارهم، وبعد ذلك يعطون سبب اللجوء والطريق اللي وصل إلى بريطانيا. بعد هذه بعد ما خلص الاستفسارات المختصرة، بعدين يروح يسوي بصمات ويأخذون له صورة، وبعدين يعطوه الهوية اللي هي تثبت أنه هو لاجئ أو مقدم على الطلب. قبل ذلك، هل ينصح بإدراج اسم عائلته، زوجته، أبنائه أثناء هذه المقابلة الأولية؟ طبعا بالتأكيد لازم يعطيهم كل التفاصيل، مو بس الزوجة والأولاد، حتى يأخذون أفراد عائلته، سواء الوالد، الوالدة، الأخوان، أخواته، يعني كل الشيء. نعم. طيب نفهم أن هناك أسباب عديدة كما ذكرتيها لي حتى اتفاقية التي تمت، اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، بأن أسباب قد تكون الاضطهاد، الهروب من الحروب وغيرها. يعني المعايير التي اليوم يقبل بها طالب اللجوء هي مهمة جدا لدعم قضيته. يا ليت تعطينا هاي ما هي المعايير؟ أعطينا فكرة عنها. حقيقة السؤال كان جيد، لأنه للأسف كثير من الناس ما يعرفون مفهوم اللجوء. نعم. يعني في أشخاص يجون يقدمون لجوء ومثلا هو يعاني اضطهاد من والده أو من عائلته. نعم. فهذه شيء غير قابل، أنه غير منطقي نهائيا القبول بالضبط. فالشخص اللي يقدم على اللجوء مثل ما قلت لي، أنه لازم يراوي أنه في خوف على حياته إذا رجع، سواء أنه حيكون حيعتقل، يقتل، حيهدد، ففي خطر لازم على حياته. وبعدين بالإضافة إلى هذا، أنه الدولة ما تقدر تعطيه الحماية، أو بالنسبة لهذا ممكن أنه يروح يسكن في منطقة ثانية. ففرضا لو نجيب مثال، في شخص مثلا عنده قضية مع خلينا نقول أولاد
جيران أو قبيلة معينة وعندهم ثأر بالدم أو شيء وحياته مهددة بالخطر، بس مع هذا ما يعتبر لاجئ لأنه الوزارة الداخلية حتقول له أنه أنت في ممكن أنه تنتقل إلى بلد ثاني أو داخل الدولة أو بلدك يعني، فيروح إلى محافظة ثانية، فبالحالة أنه حياته ما رح تكون مهددة بالخطر. وبعدين لازم يقدم الاستنادات والأدلة أنه هو طلب الحماية من الدولة ورفضت أنه تعطي. فبهالحالة اللي هو ممكن يشمل. بالإضافة إلى الأسباب اللي أكثر اللي تؤدي أنه الأوراق والأدلة والمستندات اللي قدمها الشخص لازم تكون يعني تسند قضيته. ففرضا إذا واحد يقول أنه هو سبب تقديمه للجوء لأنه هو مثلا عضو لحزب معين، فلازم يقدم أوراق أو إثباتات أنه تثبت أنه هو انتسابه لهذا الحزب أو غيره، بالضبط. هوية أو حتى شهادة ناس يعني موجودين أو حكم صدر بحقه بالإعدام، الشرطة مثلا أو مطلوب من العدالة، حتى ممكن شهادة من أفراد عائلته أو من أفراد الحزب، سواء أنه المطلوب من العدالة أو الشرطة تلاحقها أو تطلبها، أو حتى من المكتب مثلا الحزب الفلاني. المكتبة يمكن عنده مكتبة مكاتب ثانية في بلدان أخرى، إذا يقدر يجيب ورقة أو شيء. إذن المطلوب المصداقية في إعطاء المعلومات في حالة اكتشاف هذا التزوير أو الخداع بعد المقابلة الأولى، هل يلاحق أو يطارد قانونيا؟ المقابلة البدائية ما راح يصير أي شيء، ما راح ينظرون بقضيته، بس حيعرفون السبب الدخولة. وبعدين لما يعطي يعني أسماء وثني، فراح يعملون مثل التحقيق، يشوفون إنه هذا الشخص مقدم لجوء مكان ثاني أو لا، بس بريطانيا بس يعني بدائية. بس المقابلة اللي الثانية أو الرئيسية اللي احنا نسميها هي اللي لازم يقدم المستندات والأدلة. إذا أثبتت أنه عدم مصداقية هذه الأدلة أو المستندات، فهذا بالنتيجة حيؤدي إلى رفض اللجوء. كم المدة تأخذ من المقابلة الأولى حتى الثانية وهي المصيرية فلنعتبرها؟ ما في فترة محددة، بس يعني عموما من بين شهرين إلى ست أشهر. من شهرين لست أشهر. نعم. أيضا سؤال، هل سيؤثر لطالب اللجوء إذا لم يقدم طلب اللجوء عند وصوله مباشرة؟ يعني دخل البلد وظل فترات طويلة، يعني شهور طويلة أو سنة، ومن ثم فكر في تقديم، هل يطلب منه يعني أي إثبات بمتى دخل إلى بريطانيا ولماذا لم يقدم، يسأل في هذا السؤال؟ طبعا، وهذه من أحد الأسباب اللي تأثر على اللجوء وممكن يرفض اللجوء، يعني لأنه بالقانون البريطاني حيقول لك أنه الشخص اللي مهدد حياته بالخطر، فأول ما يوصل المفروض أنه يقدم اللجوء ويطلب العون يعني من البلد. سبب التأخير لازم يكون عنده أسباب مقنعة أنه يقنع الوزارة الداخلية ليش تأخر. فأحيانا ممكن فرضا أنا جاي زيارة داخل البلد وما عندي أي شيء، أو بس سبب تغييرات في الأوضاع في بلدي، أو ممكن أنه تحصل شغلات ثانية، ممكن أنه هو صح عضو حزب معين بس فجأة وهو في داخل بريطانيا كزيارة أحد من الأعضاء مسك ويعني واعترف عليه أو شيء، فهالحالة صارت حياته مهددة بالخطأ. فممكن إذا يثبت هذا الشيء فيتقبل. بعض الدول العربية طبعا نظام الإقامة عندها نظام لمدة معينة، أحيانا أيضا تسقط هذه الإقامة، هل ممكن يكون هذا أحد الأسباب أيضا لعدم تقديمه لطلب اللجوء أو تأخره بسبب أن الإقامة أيضا سقطت، لم يستطع أن يعود إلى البلد الذي يعمل فيه؟
هو إذا في إقامة شخص إذا إجا وقدم يعني جواز السفر وأثبت إنه هو كان مقيم في بلد آمن غير بلده فعنده إقامة، فهذه ممكن الوزارة الداخلية بعد ما يقدم اللجوء تتحقق مع ذاك البلد وتسأل إنه هل إذا سقطت الإقامة هل أنتم مستعدين إنه تمددوا للإقامة و يعني تستقبلوا الشخص، فإذا قبلوا فهذه أيضا حتدل على أنه رفض اللجوء أو حتكون سبب. في شغلة ثانية، حتى لو نفرض أنه الشخص كان عنده فيزا بلد معين وسواء أوروبي البلد اللي يستقبل اللاجئين أو مر حتى يعني بصورة ترانزيت أو فترة معينة أو فبهالحالة لما يقدم أو إذا بعد تحقيق الوزارة الداخلية وفهمت أنه موجود هذا الشخص أو عنده كان يحمل فيزة التأشيرة أو مر بهذا البلد فأيضا حترفض لجوء وممكن ترجع على ذاك البلد. في سؤال يخطر دائما بال الجميع، أين الأفضل؟ هل يقدم مباشرة من نزوله من الطائرة إلى المطار أم إذا دخل داخل بريطانيا أيضا مباشرة في اليوم الثاني أو في نفس اليوم يقدم في وزارة الداخلية؟ ما الفرق بينهما؟ ما في فرق، في السابق كان هذا فرق، كان تؤثر على مسألة اللجوء وكانت أيضا تأثر على المساعدات، بس هذا إن شاء الله هسه القانون. بس الشيء اللي ممكن الوزارة الداخلية حتسأله نرجع نفس الشيء إنه لنفس الموضوع اللي أشرت عليه إنه ليش أنت دخلت وما قدمت بحين وصولك؟ نفس الشيء. نعم. أيضا من الخطوات أو التعامل مع بدايات تقديم اللجوء كان في المطار أو حتى في وزارة الداخلية للاجئ أو طالب اللجوء أيضا حقوق معينة في حالة أراد أن يكون لديه مشرف أو مشرفة لقضيته، موظف أو موظفة، وأيضا هناك نذكر وأعتقد أن هذه مهمة جدا أن في حالة عدم التمكن من اللغة الإنجليزية هناك أيضا توفير من قبل وزارة الداخلية لمترجم طبعا بالتأكيد بلغة طالب اللجوء. نعم، بالنسبة للاجئ أول ما يقدم اللجوء وهو بعد المقابلة البدائية فممكن يقدم على أخذ المساعدات، لأنه في هالفترة إلى أن يحصل النتيجة ما إلى حق أنه يشتغل في البلد، فحتى يعيل نفسه أو يتكفل عائلتك أيضا، فلهم حق الدولة ممكن يقدم على مساعدات والدولة تعطي السكن وطبعا نقود مالية حتى يعني بسيطة، وكذلك ممكن انه يراجع يعني تعطي حق بالمقابله البدائيه او المقابله الرئيسيه. فمن شروط انه وزارة الداخلية أو البوليسة أنه لازم يكون اللاجئ عنده مترجم. لكن قبل هذا محامية نادية، في المرحلة التالية هناك كما ذكرتي أيضا أو أشرتي على تمنح على بطاقة طلب تسجيل، هذه البطاقة بس للتوضيح لطلب اللاجئ على ماذا تحتوي هذه البطاقة وما الهدف منها ويعني على ماذا تنص هذه البطاقة بالتحديد؟ هي بس هوية أنه كني أنه هذا الشخص قدم على اللجوء. الهدف منها أنه إذا في يوم من الأيام اتمسك من الشرطة مثلا كان يمشي بالشارع أو شيء، تدل أنه هذا الشخص موجود بالبلد قانونيا وهو مقدم لجوء، فهذه حتحميه من أنه حتبين للشرطة إنه هذا الشخص موجود قانوني مو غير قانوني مسجل. مسجل نعم،
في هذه الحالة ما راح حتحميه انه يعتقل او ينحط في السجن. نعم، تحوي على اسمه وعنوان المكان الذي فيه، اسمه وتاريخ ميلاده. نعم. ويسمح له في هذه الحالة، هل يكتب فيه يسمح له للعمل في هذه البطاقة؟ لا يسمح له بالعمل لحد ما يستلم نتيجة اللجوء. نعم، إذا لم يعطى بطاقة التسجيل في أول مرة يعني قدم فيها اللجوء، ما هو البديل له؟ إذا ما أعطى البطاقة فاحتمال يعطوه ورقة إنه سوف نسجلك يعني أو نعطيك هوية. فإذا ما يفضل إنه يتصل بالوزارة الداخلية ويطلب الهوية على أسرع وقت، وهذه هنا يدخل شغل المحامي إنه ممكن يتصل بهم. هذه الورقة هي نعتبرها مؤقتة، كما ذكر أنها مدة معينة لها، يعني ليست كالبطاقة التسجيلية الأولى. هي حطوا ورقة إنه أنت تشملك الهوية التسجيل كلاجئ. يعني هي نادرا ما تحصل هذه الحالة، بس نعم. فهذه تؤهله إنه بعد هذه لازم يتصل بالمكتب إذا ما سمع منهم خبر بعد فترة، إنه حتى يتصل بالوزارة الداخلية حتى يعينوا له وقت وحتى يروح يستلم الهوية. تمام. أيضا من الخطوات القانونية، نرى أن هناك كثير من الأسر طبعا التي لديها أطفال دون سن 18، نرى أن الإجراءات أو التعاملات معهم مختلفة تماما. هل يتم النظر بشكل خاص للأطفال دون 18؟ طبعا الأطفال بالنسبة لل في شيء شغلة إنه الشخص اللي يقدم لجوء إذا كانت قضيته لا لها أساس وضعيفة ركيكة جدا، فاحتمال إنه هذا الشخص يعتقل ويحول إلى السجن وينظرون بقضية اللجوء هو داخل السجن. بس هذا الحال ما يشمل سواء الشخص هذا، سواء انه رجل او امراه ما يفرق. بس اذا كان امراه وعندها اطفال فهل اثناء ما راح تعتقل وتنحط بالسجن، لانه الاطفال ممنوع انه دخولهم للسجن. يعني مسؤوليه فنقول وكاله الحدود بالمملكه المتحده تقديم الحمايه والدعم. نعم. للاطفال دون السن 18. واعتقد ان هذه من ضمن الاتفاقيات الانسانيه. نعم. وبعدين الاطفال لهم حق انه يدخلون المدارس مجانا. نعم. وحالهم حال البريطانيين. وكذلك يعني ممكن يقدمون على المساعدات الصحيه وتكون ايضا مجانا. نعم. لحد ما يحصلون على النتيجه. في حالات تغيير المعلومات بشكل كامل نراها احيانا في طلبات اللجوء أو من أشخاص قدموا لجوء بأعمار أصغر من أعمارهم، لا أدري يعني كيف تتعامل معهم وزارة الداخلية في حين اكتشاف هذا الأمر، وكيف تتعامل في حالة أنه فعلا هذا الشخص هو أقل من 18 عام ولكن قد هيئته لا تدل على ذلك؟ في احيانا انه طفل اللي هو دون 18 او اقل اللي هو يقدم اللجوء لوحده، فبهالحاله الدوله تتعامل مع الطريق يعني شوي مختلفه عن تعامل الشخص الفوق ال 18. في الاول توفر له بيت اسره، لازم يكون يسكن مع أسرة، وأيضا إنه لازم بكل مراحل التقديم أو المقابلات سواء البدائية أو الأساسية لازم يكون مع حضور المحامي. وبعد ما قدم على المقابلة البدائية تعطيه مثل الفرصة إنه يقدم قصته، لأنه يعرفون إنه الطفل الذاكرة مالته ضعيفة أو صغير، فبعدين ممكن يرتبك في المقابلة.
المقابلة الرئيسية و فتعطيه الفرصة أنه يشرح قصته بال نعم. وتعطيه مدة أنه قبل ما يبتدون يسوون المقابلة الرئيسية أنه يكتبها القصة سواء عن طريق محامي أو عن طريق جهة ثانية ويبعثها لوزارة الداخلية قبل المقابلة. إحنا راح نقف عند هذه النقطة لأن المقابلة اللجوء الرئيسية هي تعتبر هي المصيرية في تحديد تقديم طلب، ولكن اسمحي لي المحامية نادية البزاز نأخذ فاصل قصير ومثل ما نعود مشاهدينا الكرام لمناقشة اللاجئون إلى بريطانيا، الأسباب والإجراءات القانونية، كونوا معنا. هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب ساراسونز. Choose Saracens. The professional choice. Choose Saracens. The professional choice. هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب ساراسونز. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، لاجئون إلى بريطانيا، الأسباب والإجراءات القانونية، معنا المحامية نادية البزاز من مكتب ساراسونز. أهلا بكل استفساراتكم خلال النصف الساعة الثانية من برنامج استشارات. أهلا بك أستاذة نادية. توقفنا عند مقابلة اللجوء وذكرنا أنها هي أهم مرحلة يمر بها طالب اللجوء بعد المرحلة البدائية التي شرحنا بكل مراحلها وتفاصيلها. إذا هذه تعتبر فرصة أن يطلب طالب اللجوء استنادا طبعا دعم لقضيته بإثباتات وأدلة كما ذكرتي، لأنه راح يضع فيها كل جوهر قضيته في هذه المقابلة. نعم صحيح. في هذه هي هذه اللي تعتبر المقابلة المصيرية الرئيسية. نعم. فمطلوب من كل شخص أو لاجئ إنه كل الكلام مالته انه يكون محدد وثابت، نفس الشيء ما يغير بالاسباب، نفس المعلومات، نفس المعلومات يعني، لانه ممكن تاخذ لها من ساعتين الى اربع ساعات، فبهل اي تغييرات اي هذا ممكن انه
تغيير الكلام، يعني ممكن في الأسئلة البدائية سألوا أنه شو السبب أنه خرجت، وبعدين بعد تطرق الكلام أنه يغير السبب أو يشير إلى أشياء ثانية هو ما قايلها قبل، ما ذكرها قبل، فهذه حتأثر أنه ممكن أنه يتعرض أنه هذا الشخص يكذب أو يلفق هذه القضية. صحيح. في 5 أيام لاستكمال يعطوه فرصة؟ بعد 5 أيام يعطوه فرصة أنه يقدم مثل بيان أو توضيح، وهذه هنا يلعب دور المحامي أنه يقدم يسند بالقوانين والقضايا اللي تشمل نفس حالته، وأنه يحاول يثبت للوزارة الداخلية أنه هو يشمل اللجوء. نعم. في حالة يعني تأخر هذه الفترة من كتابة يعني القضية، قضية اللجوء، لأي سبب ما، كيف تنظر له وزارة الداخلية؟ هل تعطي فرصة أخرى أم لابد أن يكون أسباب قوية له؟ هم يفضلون أنه هم يذكرون أنه 5 أيام. أوكي. بس أحيانا أني يعني حتى لو فرضا بعد 5 أيام وصلت لأوراق جديدة أو مستمسكات أو تغيرت الأوضاع في بلده، فممكن يقدمها لحد ما يتم الحكم بالقضية. نعم. في حالات أيضا لا يحضر صاحب القضية أو طالب اللجوء المقابلة في يومها، كيف يؤثر ذلك على مسار القضية؟ إذا لم يحضر لسبب معين ففي الحالة هذه احتمال أنه يعني إذا ما عنده سبب وجيه لعدم حضوره فممكن أنه يخسر القضية. ممكن يعني تخسر أو تسحب القضية طبعاً، لأنه يصورون أنه الوزارة الداخلية أنه هذا الشخص غير رأيه وما يريد يقدم أو يتابع موضوع اللجوء. نعم. بس إذا أعطى دليل أنه فرضا حالته الصحية، أو أحيانا ممكن خوفا على حياتهم أو شيء يطلبون أنه تكون المقابلة عن طريق التليفونية أو فيديو أو بطريقة أخرى. نعم. فبهالحالة يعني لازم يقدمون سابقا قبل المقابلة أنه على الأدلة وليش أو السبب أنه ليش هذا الشخص ما المقابلة. طيب متى سيتم أستاذة نادية اتخاذ القرار بشأن قضية طالب اللجوء بعد هذه المقابلة؟ يعني كيف أيضا سيتم إعلامه بالقرار النهائي بعد ما يخلص تخلص المقابلة؟ يعني من عامة يعطوه بين شهرين، تأخذ لها بين 2 إلى 6 أشهر. فإذا كان عنده محامي فيرسلون النتيجة أو الحكم إلى نسخة إلى المحامي ونسخة إلى الشخص. أحيانا بس للمحامي، أحيانا بس للشخص، يعني بس على الأغلب أنه تكون نسختين، نسخة للشخص نفسه المقدم للجوء وللمحامي. بالنسبة للمحامي، ذكرتي المحامي، يعني سابقا كان يكون معه دائما من بداية مشوار طلب اللجوء المحامي اللي هي الاستشارة القانونية أو المحامي بحد ذاته يأخذ القضية يستلمها، لكن مؤخرا بسبب الأوضاع ومتغيراتها أعتقد، لا أدري إذا كان هذا صحيح، هناك أصبح يعني المحامي لا يكون متوفر لدى طالب اللجوء كما كان في السابق. لا غير صحيح، المحامين موجودين وممكن بالعكس يعني ما زالت هذه المميزات والامتيازات، بس يكون يا أما يكون المحامي هو يعني موجودين متوفرين اللي ما ياخذون اجور، ومحامين طبعا ياخذون اجور، بس طبعا اللي محامين اللي ياخذون اجور حيكونون مدققين أكثر وشغلهم وتعاملهم مع قضيته حيكونون بشكل جدي أكثر. نعم. طيب اسمحي لي أستاذة نادية، ناخذ اتصال من السويد من محمود. أهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صديقي سوري قدم طلب لجوء في السويد. أيوة.
نعم، أنا السؤال هل من الممكن أن يقدم اللجوء هنا في بريطانيا؟ طيب، في أي أسئلة أستاذة نادر حاب توجهي له؟ صديقك عند أهل أو أحد هنا بالبلد؟ أهله في سوريا. نعم، لا للأسف ما يقدر يقدم ببريطانيا، لأنه رجعنا نفس الشيء أنه هي السويد بلد يعطي اللجوء. نعم، فبما أنه هو قدم اللجوء في السويد. نعم، لا يمكن أن يقدم. طيب محمود، شكرا لاتصالك، نتمنى يكون واضح جدا. طبعا رح نرجع لهذا الموضوع من أسباب رفض تقديم اللجوء، أنت ذكرتيها في البداية. نعم، إذا قدم في أي بلد أو له حتى فيزا نعم. زيارة في بلد آخر وقدم فيه وثم عاد إلى بلد آخر لا يقبل. نعم، الطلب. عودة إلى القرار النهائي، إذا تم منح حق اللجوء فهو يعني يعتبر لديه كل الحقوق كطالب لجوء. لما يأخذ النتيجة فيعطوه 5 سنين. نعم، إقامة، بعدها يقدم على الإقامة الدائمية، ثم بعد سنة ممكن يتجنس. نعم، طبعا هذه وفق اتفاقية دبلن اللي هي يتم الاعتراف به كلاجئ لعام، اللي هي طبعا اتفاقية دبلن 51 ميلادية. لا، اتفاقية الأمم المتحدة. دبلن هي انه اتفاقية دبلن انه اي شخص مر في بلد اوروبي. نعم، او بلد امن، فممكن وقدم سواء قدم لجوء او مر بها او عنده يحمل التأشيرة فيرجع لهذا البلد. يعني مثل محمود الأخ بالضبط. نعم، اذا حتى لو هذا الشخص اللي قدم عنده لجوء بالسويد، لنفرض انه اجى او اللجوء اترفض بالسويد فاجى الى بريطانيا وقدم لجوء مره ثانيه، يرجعوا الوزاره ما تنظر بقضيته. في تنسيق بين بعض هذه الدول كما ذكرتي في اتفاقيه دبلن، يعني معناها انه يعرف من خلال يعني البصمه، من خلال يعني هو من بصمات المعلومات. هي البصمات الاصابع، سواء انه اذا الطلب قدم على تاشيره فحياخذون بصمات اصابع. أكيد. اذا دخل للبلد احيانا ممكن شرطه البلد تمسكه فتبصمه وتطلق سراحه. نعم، فهو ما يعرف انه هذا الشيء، فبعدين يكمل مسيره ويجي الى بريطانيا. نعم، فبهالحاله لانه بصماته ظهرت فترجع على البلد اللي تبصم به. نعم، في حالات قبلت يعني اذا في حالات اذا اولا اذا الشخص هذا عنده عائلته مثلا في بريطانيا ممكن ينظرون، او فرضا الشخص هذا كان التقى او عانى من سوء معامله في ذاك البلد. نعم، تعذيب او او عنصريه او معاملات. لا، بس لازم يثبتها. طيب اسمحي لي ناخذ ايضا استاذ ناديه اتصال من اسامه من بريطانيا. اهلا وسهلا بك، تفضل اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل سؤالك. الله يبارك. فقط اسالك استاذه، أنا عندي لجوء هنا 5 سنوات إقامة دائمة. أيوة. وكنت أسأل هل ممكن أرجع بجوازي الوطني يعني إلى بلدي وعندي إقامة دائمة؟ طيب أستاذة نادر، فيك تسألي أي معلومات؟ أنت ما قدمت اللجوء أخذوا طبعا الجواز تبعك تمام؟ لا، ما أخذ الجواز. طيب فترة هذه أنت من أي بلد العفو؟ من السودان. من السودان. الشيء اللي من المقررات اللاجئ أنه لما يعطوه اللجوء ما المفروض أنه أو غير مسموح إلى أنه يرجع إلى بلده اللي قدم لجوء منه، لأنه مثل ما ذكرت أنه أسباب اللجوء أنه لازم يكون هو مضطهد. ما عنده بالضبط مضطهد وما يقدر يحصل حماية من البلد. صحيح. فلهذا أنه ما رح يسمح لك أنه ترجع بجوازك نفسه حتى بعد الإقامة الدائمة. حتى لو بعد الإقامة الدائمية، حتى لو
فحتكون على نفس الشيء حيشملك، بس لما تاخذ الجواز البريطاني ممكن في هذه الحالة يعني في أي خطر عليه يعني إذا ذهب إلى بلده؟ في بعض الجوازات توضع فيها الإقامة الدائمة وزارة الداخلية. نعم صحيح. أو ما يحطون، بس القانون يقول لك من أحد الشروط أنه أو ممكن تنسحب منه اللجوء إذا هو عاود أو رجع إلى بلده. نعم. فهم يحطوا لك الإقامة ويحطوا لك سواء الخمس سنين أو الدائمية. نعم. بس ما المفروض أو ممنوع ترجعين، لأنه نعم. هذا يثبت أنه من قدم طلبة قدم على أنه هو مضطهد في بلده وطالب للحماية. نعم. طيب ينتظر إلى الجواز البريطاني إن شاء الله. طيب في حالة الرفض، عودة لموضوعنا سيدة نادية، يعني حالة الرفض أيضا في منح طالب اللجوء لحق اللجوء أكيد رح يعطى أسباب هذا القرار. طبعا في أسباب، فبالحالة ممكن يستأنف، ونفس المراحل اللي ذكرناها في الحلقة الماضية أنه المحكمة البدائية وبعدين أيوة. إذا ترفض المحكمة العليا وبعدين محكمة التمييز والمحكمة الأوروبية العليا. نعم. وهذه المميزات أو الامتيازات ما زالت موجودة. نعم حتى نذكر بها موجودة. يعني. نعم ما زالت موجودة. إيش ممكن يكون سبب الرفض؟ مثل ما خبرتك نرجع على نفس الأسباب اللي ذكرناها، يا أما المستندات عدم يعني قلتها أو عدم صحتها. نعم. إذا تغير بالكلام مالته أحيانا، في ناس مثلا سبب اللجوء يقول إنه هربان من حكم قضية، فرضا شخص سرق وحكم عليه خمس سنوات أو شيء، فيجي هنا يقدم لجوء خوفا على حياته، فهذا مو سبب للجوء. ليس سبب كافي. نعم ما يعتبر سبب للجوء. طيب اسمحي لي نادية ناخذ اتصال ايضا من مانشستر. اهلا وسهلا بك علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا يمني مقيم في بريطانيا بطريقه غير شرعيه. ايوه. وحابب اقدم على اللجوء، فكنت اعرف على خطوتين او حاجتين حابة تستفسر منها. اولا كيف الطريقه لتقديم على اللجوء؟ والسؤال الآخر مدى نجاح أو قبول اللجوء في بريطانيا؟ طيب يعني خليك على الخط، فيك تسألي يمني مقيم غير شرعي، احنا تحدثنا عن خطوات اللجوء لك، كيف يقدم اللجوء؟ فيك تسألي. نعم. حضرتك صار لك كم سنة في بريطانيا؟ 4 سنوات. 4 سنوات. اجيت غير شرعي أو فيزا زيارة أو شيء وبعدين بقيت؟ نعم فيزا الطالب. نعم. ومتى خلصت او الفيزا؟ كان فيزا الطالب نقول حق سنة. صار لها سنة. طيب مثل وحضرتك تفضلت من اليمن تمام؟ نعم من اليمن. نعم من اليمن. نعم. طيب نفس الشيء. شكرا لك علي، راح تسمع الجواب الان. نعم. نعم مثل ما ذكرت لك انه اولا كيفية أو طريقة التقديم ذكرناها. نعم. إنه يتصل حتى بعد يعني ما قامتها غير شرعية 4 سنوات في هذا البلد. أي شخص إذا اليوم وصل إلى مرحلة أو عندما يستند بها بمستندات وأدلة إنه حياته حتكون في خطر بعد ما يرجع، فممكن يقدم على اللجوء. طيب سيدة نادية، يعني هو احنا ذكرنا في البداية انه وزارة الداخلية راح تسأل سبب تأخير طلب اللجوء. صحيح. طيب خلينا ناخذ ندى، ناخذ ندى اتصال من لندن ومن ثم نعود لقضية علي. ندى اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال؟ تفضلي المحامية تسمعك. بدنا نسأل اذا ممكن اذا حدا اجى اللجوء ب 2011 ايوه، هل لخمس سنين ماشي عليه بعدين بياخد إقامة للسنة ولا بيمشي عليه 10 سنين؟ واضح. نعم. نادية تحب تسأليها أي سؤال؟ لا. طيب واضح. طيب ندى من لندن شكرا لاتصالك، راح تسمعين الجواب. قبل ما نجاوب لندى نرجع لعلي، لان احنا ذكرنا ان وزاره الداخليه راح تسال عن اسباب عدم تقديم اللجوء. صحيح. هل يستطيع ان يعني يخفي هذه المعلومات بان اليوم انا قدمت، انا اليوم حضرت، انا ام سيطلب منه ايضا اثبات؟
نعم هو لما يقدم على اللجوء عنده أكيد أسباب. فأسباب أنه تقول أنه إذا رجع للبلد حتكون حياته في خطر ومعرض للاضطهاد. فهذه حتسأله أنه متى هذه صارت الأسباب أو متى حصل يعني على المستندات وذني. فهذين ممكن إذا فرضا هذا السبب اللي هو دي يقدم عليه اللجوء حصل مثلا قبل أسبوع، مما انه اشار انه إن حياته هسه لو رجع الى اليمن حتكون مهدده بالخطر، فهذا ما يمنع انه حتى لو كان هنا مقيم غير شرعي او كان على فيزا ثانيه. اي تغيير يكون في حياه الانسان او في تغيير البلد فهو سبب مقنع للجوء، بس لازم هذا التغيير حصل بالفتره يعني بفتره قصيره قبل تقديمه للجوء، مو مثلا لنفرض هو دي يقدم اللجوء على سبب مثلا خلينا نقول ديني او انتماء لحزب معين. اذا هو كان منتمي حتى من قبل وصوله الى بريطانيا فهذا ما راح يكون سبب حافي. راح نرجع ايضا لنجاوب ندى، لكن بعد ما ناخذ اتصال محمد من مانشستر. اهلا وسهلا بك، تفضل يا محمد. محمد اهلا وسهلا. بقى لي 11 سنه 11 سنه معايا بقوة من 2010. ايوه ولكن عندي مرض عقلي خليني مش ما بقدرش اعمل الامتحان بتاع الجنسيه. ففي حد المفروض بقدم على الجنسيه من فتره بس قدمت عليه مرتين ورفضت فيه. محمد نادي حابه تسالي اي سؤال؟ طيب. راح نجاوبه. طيب يا محمد راح تسمع الجواب ان شاء الله. عودة لسؤال ندى. اذا كانت ندى واخذة يعني اللجوء الخمس سنين فلازم تنتظر خمس سنين. يعني في احيانا اللجوء ما يتقبل بس لاوضاع واكثر قضيتهم تكون تحت تشمل حماية حقوق الإنسان وعدها أوضاع مختلفة وتمنعها من الرجوع البلد، فأحيانا يعطوها مثلا ممكن إقامة مؤقتة اللي هي سنتين ونص أو ثلاثة. وهذه لازم تغير. فإذا هي ماخذة لجوءها إقامة خمس سنين فلازم تنتظر خمس سنين. يعني هي كما ذكرت قدمت 2011، هل هي تسير على قانون خمس سنين أم العشر سنوات؟ هو ما هو قانون عشر سنوات، اللاجئ يأخذ خمس سنين بس إذا طيب. غير لاجئ فممكن تأخذ معنا. طيب. بالنسبة لمحمد وهذه أعتقد معضلة في بعض كثير من الناس، عنده صار له 11 سنة إقامة صار من أخذها من 2010، لديه مرض نفسي أو عقلي شفاء الله، امتحان اللغة لا يستطيع أن يقدم، هل هناك أي طبعا يعني إذا أخرى؟ إذا يقدر أنه يثبت أنه هو حالته الصحية، ولو هذا مو موضوع اللجوء هذا حيتضمن موضوع الأخذ الثاني، بس إذا أي عدة استندات من دكتور أو من هذه أنه هو حالته الصحية ما تساعده أنه يسوي الامتحان فهذا ممكن أنه يأخذ استثناءات ممكن ممكن يأخذ استثناءات في حالة إثباته. بالنسبة لعلي من مانشستر، يعني مدى نجاح تقديمه للجوء وهو غير شرعي لمدة 4 سنوات؟ أفضل علي يستشير إلى محامي حتى يدل انه شو المستمسكات وشنو المستندات، وبعدين حتى يرشد انه هل قضيته انه صحيحه. طبعا يحتاج حتى يدعم قضيته شو الاشياء اللي يحتاجها، فانصحه بس اذا هو عنده حاصل على الادله والمستندات اللي تشمل وهذه حصلها من فتره قصيره فان شاء الله. طيب للاسف يعني في خلال دقائق سريعه لن نستطيع ان نوفي كل هذا الموضوع، ان شاء الله في حلقات قادمه راح نتحدث عن كثير من القوانين ايضا الجديده وايضا
تداعيات حتى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اللاجئ. تحدثنا عن المهاجرين الحاملين الجنسية الأوروبية، ولكن هناك سؤال اليوم. كثير من المنظمات في القطاع التطوعي يدعم اللاجئين بشكل كبير في وضع بريطانيا بدأت تقلص من هذه المساعدات والدعم للاجئين، كانوا قبلوا أو هم في حالة الانتظار. بشكل سريع حدثينا عنهم، كيف ممكن يلجأ لهم طالب اللجوء؟ هو صحيح بدأت تتقلص، في السابق كان أنه أي شخص يطلب خصوصا مساعدات السكن، نعم، فكانت تعطيه بأي منطقة من أي مدينة من مدن بريطانيا، بس هسه صارت أنه يستحالة إعطاء السكن في لندن، نعم. فإذا أي شخص يقدم على السكن فتحول على مدن ثانية خارج لندن، وهناك المقابلة تتم مو في لندن نفسها، في نعم. وزارة الداخلية، فبس عندها قسم مكاتب في مدن أخرى، وهنا هناك يصير. هذه التغيير البسيط اللي صارت بالمساعدات، طبعا من ناحية النقود أو المساعدات المالية. المساعدات المالية فصارت أقل من السابق. نعم. ولكن بالنهاية طبعا النصيحة هي أنه لابد أن يكون هناك محامي حتى يستطيع أن يدل طالب اللجوء ومساعدته. نعم، المحامي كمرشد، نعم. وحتى يدل الشخص على أنه المسار وشو الأشياء المحتاج يجيبها، يعني نعم. حتى لو عدة قصة مقنعة بس إذا ما يسندها فللأسف حيخسرها. طيب احنا وصلنا لنهاية البرنامج. المحامية نادية البزاز، نشكر لك على هذه المعلومات، ان شاء الله راح نواصل على تكملة القوانين وايضا حقوق اللاجئ وحقوق ايضا الدولة المستضيفة على اللاجئ، لكن في حلقات قادمة ان شاء الله سنكون على موعد كل اسبوع من كل يوم خميس من الرابعة حتى الخامسة. مشاهدينا الكرام، نستقبل فيها كل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر موقع قناة الحوار. طبعا ملتقانا يتجدد. تحدثنا اليوم عن اللاجئون إلى بريطانيا، الأسباب والإجراءات القانونية، مع ضيفة البرنامج المحامية نادية البزاز. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. هذا البرنامج